And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Khonimlat-Lashonoplat, East Uzbekistan, Adiljon Aslanov! Gentlemen, you're tuning in here live for your evening prelim session of bout number 47 in session number 6. Bout number 47 in your evening prelims of session number 6. This is action for three-minute rounds in a men's light heavyweight 80kg matchup. Your five judges representing you tonight ringside are from Bosnia and Herzegovina, India, Bulgaria, Morocco, and finally Korea. And with the action begins, your sixth man in the ring from the Kingdom of Thailand with referee Krinsek Kyunet. Round one. عمت مساء نعود إليكم سيدات سات في وزن 80 كيلوغرام من بطولة آسيا للرجال والسيدات في المملكة الأردنية الهاشمية عمان ونزال 80 كيلوغرام ما بين كوريا وأوزباكستان بارك في الركن الأحمر وسلمانوف بالركن الأزرق من أوزباكستان مع الجولة الأولى. جولة جس النط وإذا الأوزبكي يضغط ويحاول الكوري إذن في اللعب المضاد في الاستراتيجية الواضحة لكوريا واليابان. كابتن أيمن مداخلة لك، كوريا واليابان تنتهج نفس الأسلوب السحب إلى الخلف والضرب في اللعب المضاد، هذه استراتيجية الفريقين مما شاهدناه، ما رأيك في هذه الاستراتيجية؟ طبعا بغض النظر عن الاستراتيجية التي يتبعها لاعبون كوريا أو لاعبين اليابان أو أي فريق آخر، عندما تواجه أوزبكستان فإن أوزبكستان تمتلك القدرة والقوة لقهر أي استراتيجية موضوعة، وهذا ما نراه من خلال الملاكم الأوزبكي حيث أنه يضرب بكل ما أتي من قوة باليمنى، يدافع يغلق مسافة اللاكم ثم يوجه لكمات إلى اللاعب الكوري. والمضادات الكورية جاهزة، إذن لاعب الكوري لاعب أعسر ولاعب الأوزباكستاني لاعب يعتمد على الأرثوذكسستان، مستقيمة يمنى تجد طريقة إلى وجه اللاعب الكوري، يسرى إلى وجه اللاعب الكوري ويسرى أخرى. إذن اللاعب الأوزباكستاني كما تحدثت كابتن أيمن يضغط، يضغط بقوة. ما هي الاستراتيجية لمواجهة اللاعب الأوزباكستاني من خبرتك في تدريب كابتن أيمن؟ طبعا هنا فارق الطول يعني ليس كثيرا اذا اعتمد، فالملاكم الكوري اذا واجه الملاكم الاوزبكي الذي يتمتع بقوه بدنيه وعضليه عاليه جدا يغلق المنطقه الاماميه بالكامل ويقترب كثيرا لتوجيه لكماته المتنوعه والقويه، لذلك اللاعب امام اللاعب الكوري هو التحرك على الاطراف ومحاوله الاصطياد، ولكن نلاحظ ان الجانب البدني بين كلا اللاعبين يذهب الى لمصلحه اللاعب الاوزبكستاني، القوة العضلية وقوة اللكمات، وأيضا هنالك اللاعب الكوري مكشوف من جهة الجهة اليسرى يستطيع أن يوجه ملاكم أوزبكستان هوك طويل أو من قرب بالهوك يستطيع أن يوجه له لكمة قد تكون يعني لكمة قاضية في هذه الناحية. أيضا ملاكم نلاحظ ملاكم أوزبكستان هوك كما ذكرت لك، الهوك الطويل هو الطريق لوجه ملاكم كوريا، و هي هذه ميزة في ملاكمين كوريا، بالغالب تكون يدهم اليسرى غير موضوع على الفك وحماية. إذا انتهاء الجولة الأولى في انتظار إعلان النتيجة التي أعتقد أنها تصب لصالح لاعب أوزبكستان في انتظار النتيجة. الآن دقيقة راحة
كابتن أيمن، من خبرتك كمدرب في هذه دقيقة الراحة، ما أفضل شيء يجب أن تفعله؟ نريد أن نرسل رسائل إلى المدربين الشباب، ما أفضل شيء يستطيع أن يقدمه المدرب في هذه الدقيقة؟ نعم، نلاحظ الآن مدرب أوزبكستان، إذا لاحظت الجولة نصف الدقيقة الأول في الاستراحة يجب أن يكون لإراحة اللاعب، لإراحة اللاعب وإنعاشه من جديد. بعد النصف الدقيقة الأخيرة يتم توجيه الملاكم بعدة ملاحظات دقيقة وواضحة ومباشرة لتغيير أسلوب أو لتنفيذ تكمة معينة أو تغطية أو استراتيجية معينة. إذن فصل تدخل للحكم في بداية الجولة الثانية، لا نعلم السبب. كابتن أيمن، ولكن للأسف نلاحظ بعض المدربين في يعني في اللحظة التي يدخل بها في دقيقة الاستراحة مباشرة يذهب إلى توجيه اللاعب ويبدأ بالحوار مع اللاعب، وهذا الشيء غلط لأنه اللاعب يكون مرهق ومشوش التفكير، يجب إراحته في البداية ثم الحديث معه عن النقاط التي يجب أن يتبعها. إذا تقنين المعلومات، إعطاء مساحة لنصف الأولى من الدقيقة للتنفس واسترجاع عافيته، ثم معلومات بسيطة ودقيقة ومباشرة. شكرا لك كابتن أيمن. طبعا توقف النزال الآن لخلل تقني في الكمبيوتر، أعتقد عليهم أن يصلحوه بتدخل من لجنة القضاء. إذن في الجولة الأولى ترى أنت أن أوزبكستان فريق قوي جدا مقارنة بباقي فرق القارة الآسيوية، ما رأيك أيضا؟ أوزبكستان طبعا هي الدولة الأقوى في آسيا حاليا، كون هناك اهتمام شديد جدا وكبير للملاكمة في أوزبكستان. أيضا استعانت بالفترة الأخيرة بطاقة مدربين من كوبا، وكوبا معروفة أيضا بمستوى عالي جدا على مستوى العالم والأولمبياد في الملاكمة، وغيرت حتى بعض أساليب ملاكمية من المدرسة الروسية التي كانت تتبعها سابقا إلى المدرسة الكوبية من جديد. لذلك يتمتع ملاكمين أوزبكستان بقوة بدنية هائلة وتكنيك ومستوى فني عالي يؤهلهم لأن يتصدروا القارة الآسيوية. أيضا كابتن أيمن، لاحظنا في هذه البطولة عودة إلى شرق آسيا، رأينا تايلاند، رأينا كوريا، رأينا تايلاند وكوريا واليابان تعود بقوة للمشاركة في البطولة الآسيوية والمنافسة بقوة. صراحة نزالات كانت جميلة جدا في بعض الأوزان إلى غاية الآن بانتظار باقي النزالات، ما رأيك؟ بالتأكيد هذه البطولة الآسيوية هي بطولة تصنيفية وتحتاج معظم ملاكمين الدول إلى تحسين تصنيفهم على مستوى العالم، لذلك شاركوا بقوة وبكثافة، ولكن النهائيات دائما سيكون في النهائية دائما تواجد لأوزبكستان وكازاخستان بالغالبية الكبرى. عودة إلى النزال الآن واستكمال النزال في الجولة الثانية وضغط مستمر مع اللاعب المضاد من اللاعب الكوري. إذا يسحب إلى الخلف ويحاول اللف و لكمع الخروج من الزاوية، لكن هذا لا يؤتي ثماره مع اللاعب الأوزبكي، فاللاعب الأوزبكي يدخل كالقطار، لكم باليسرى واليمنى وهذه مستقيمات قوية على المعدة صاعدة. إذا الدفاع محكم من اللاعب الأوزبكي وسيطرة على اللاعب الكوري، محاولات الافتكاك هذا الضغط من اللاعب الأوزبكستاني لكن بلا جدوى. كابتن أيمن، ما رأيك في أداء الملاكمين إلى هذه اللحظة في الجولة الثانية؟ طبعا لاحظنا هنالك حصار مباشر من ملاكم أوزبكستان، حاصر الملاكم الكوري واقترب كثيرا واتبع نظام التوقيت التايمينج في توجيه اللكمة، لاحظ هنا عندما يقترب كثيرا يشتبك ويوجه لكمات قوية أثرت بالغالب على مستوى اللاعب الكوري، وسنلاحظ كلما تقدمت الجولة سنكون هناك إنهاك أكثر للياقة وأداء اللاعب الكوري، لاحظ دقة اللكمات الأوزبكية. إذا استنفاذ للأكسجين وحالة ضغط المستمر التي يمارسه اللاعب الأوزبكي على اللاعب الكوري ستؤدي به إلى الحصول على كامل النقاط مع تنبيه الآن وعودة إلى
النزال ولكمة هائلة من اللاعب الأوزبكي مع ضرب مضاد من اللاعب الكوري وقوة هائلة من اللاعب الأوزبكستاني. صراحة ستايل اللعب كابتن أيمن سهل وبسيط لكنه قوي جدا بالنسبة للاعب الأوزبكي، ما رأيك؟ بالفعل اللاعب الأوزبكي يعني يتخذ أسلوب التغطية الكاملة والضغط المباشر والضغط الكامل على اللاعب الكوري، لاحظه ولا يحب أن يلعب معه في منتصف الحلقة قليلا ثم يأخذه على الحبال ويوجه له اللكمة. أعتقد أن أمام المدرب الكوري فرصة ذهبية لسحب لاعبه في هذه اللحظات لأنه تلقى لكمات قوية وكثيرة وباتت النتيجة يعني لمصلحة الملاكم الأوزبكي فحتى لا يتضرر كثيرا. أعتقد بأن المدرب الكوري يجب أن يسحب اللاعب حاليا. انتهاء الجولة الثانية وفي انتظار إعلان النتيجة. إذا تفوق كبير للاعب الأوزبكي هذا ما نشاهده، لا لم تصلنا صراحة نتيجة الجولات، لكن بالعين المجردة نستطيع أن نقول أن الأفضلية للاعب أوزبكستان. ضغط مستمر، إغلاق مسافة اللكم وتأثير اللكم كنا نسمعه، أداء جيد ومحاولات حثيثة من اللاعب الكوري للعودة إلى في النزال. كابتن أيمن لو أنت محل المدرب الكوري ماذا ستخبر لاعبك؟ ما أفضل استراتيجية سينتهجها لحصد النقاط في الجولة الثالثة؟ الجولة الآن الثالثة الأخيرة والفرصة يعني صعبة جدا أمام الملاكم الكوري، ولكن لا يوجد أمامه مجال إلا توجيه لكمات قوية، ولكن على المستوى البدني الذي نلاحظه على الملاكم الكوري فعليه الآن التحرك على الأطراف ومحاولة الاصطياد الخصم بضربات مباشرة والانسحاب كثيرا، لأن الاشتباك يأتي لمصلحة الملاكم الأوزبكي الذي كما نلاحظ بأنه يغطي كاملا ثم يقترب كليا من الملاكم ويوجه مجموعة اللكمات. وباعتقادي أما يعني أنا اللاعب الكوري تلقى كثير من اللكمات القوية ويفضل لمدربه حماية للاعب أن يسحبوا بهذه الفترة لأن النتيجة بالتأكيد ذاهبة بالكامل إلى الملاكم الأوزبكي. طبعا أحترم وجهة نظرك كابتن أيمن، ولكن طبعا إذا كانت الفرق آتية بفرق شباب تريد أن تمنحهم الخبرة الأفضل أن تجعل اللاعب يخوض كامل النزال، وإن كان معدا بطريقة علمية وصحية أعتقد أنه يستطيع أن يكمل النزال، إلا إذا تدخل الحكم حين يتلقى لكمة قوية ومباشرة في هذه الأثناء أعتقد أن الحكم سيوقف النزال، لكن لغة الجسد تعطيك مؤشر أن اللاعب الكوري يستطيع أن يكمل النزال. اللاعب الكوري تلقى لكمات قوية كثيرة قد تؤثر على أدائه لاحقا، فيفضل من الأفضل بأن كونه الآن يعني بقناعة لاحظ الضربات القوية بقناعة المدرب بأن اللاعب خاسر لهذه المباراة، فلماذا يتلقى المزيد من اللكمات؟ حماية للاعب ولصحة اللاعب على المدرب الكوري أن يسحب لاعبه في هذه اللحظة. أحترم وجهتك نظرتك مرة أخرى كابتن أيمن، ولسنا نحن المدربون علينا أن نعلق ونشاهد هذا النزال. إذا اللاعب الأوزبكي يضغط بقوة على اللاعب الكوري ويضربه الآن من نقطة صفر اللكم على الأضلاع. أرى فريق المدربين الأوزبكي يؤشرون إلى لاعب عليك أن تضغط على الأضلاع الآن وتضرب أكثر وتضرب أكثر، وإذا تنبيه من الحكم يبدو أن هنالك لكمات تحت الحزام وهذا ممنوع في رياضة الملاكم، عليك أن تلكم فوق الخط الأبيض من الحزام. ومحاولات من اللاعب الكوري وتركيز على الضرب الصواعد والهوك الآن تأتي، إذن اللكم في كل الاتجاهات بكل الأوضاع من اللاعب الأوزبكستاني، و الحكم ينبه ممنوع الحضن. هذا أنت موجود للكم ولست لتحضن كابتن أيمن، ما رأيك؟
النزال في نهايته الآن، شو رأيك؟ ماذا تقول؟ تلقى العديد من اللكمات القوية، حتى كانت رأسه تهتز مع كل لكمة يأخذها من الملاكم الأوزبكي، وهذه أوزان ثقيلة يعني 80 بيلعبوا، فالقوة البدنية والعضلية لها تأثير كثير في هذه المباراة. عموما المدرب نحترم وجهة نظر المدرب الكوري، ولكن بالكامل هذه المباراة كانت سيطرة كاملة من الملاكم الأوزبكي، وكما ذكرت سابقا بأن ملاكمي أوزبكستان ستراهم في النهائيات من سيصعد معهم ليلاقي، وكم عدد الملاكمين الذين سيصعدون، هذا مرتهن في الأيام القادمة من هذه البطولة. إذن بانتظار إعلان مذيع الصالة نتيجة النزال التي ستصب بشكل مطلق إلى لعب الركن الأزرق من أوزباكستان في وزن 80 كيلوغرام، بانتظار إعلان النتيجة. Ladies and gentlemen, bout number 47 here in your evening prelim session of session number 6 come to a close after completing three-minute rounds in a men's light heavyweight 80kg matchup. We go to the scorecards where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision, to the blue corner, Khonem Larva Jalabla, he's Uzbekistan, Odiljon Aslanov. أسلانوف يحصل على النقاط كاملة وفوز واضح للاعب الأوزبكي في هذا النزال، لاعب قوي أدى ما عليه، والف مبروك له، وحظ أوفر للاعب كوريا أدى أيضا.